وياخد كل يعمل ايه وياخد كل كوره وتعمل هو نفس لوحده. طب الطريقه اللي هيستور فيها الداتا هيعمل ستورج للداتا ازاي؟ في واحد بيخزن الداتا في اري، واحد بيخزن في ستاك، وفي كيو، وفي لينك ليست، صح؟ دي الداتا ستراكشر. يبقى الالجوريزم لازم يبقى معاه مين؟ معاه داتا، صح ولا غلط؟ عشان يعمل لهم ميرج ويطلع بقى الفكره بتاعته. ففي الراوتنج تيبل انتوا في النت نفسها، قول لي بالله عليك كده، لو انت فكرت ان انت تعمل راوتنج تيبل يبقى انا محتاج اخد النتورك كونفورميشن. طب هدخل للكمبيوتر ازاي؟ ازاي هدخل له شكل الشبكه؟ الشبكه هي عباره عن ايه؟ مجموعه من الاجهزه والسويتشات ومجموعه من اللينكات، وكل لينك عليه ويت او عليه بوست. فالمفروض تفتكر ايه؟ انت بتتكلم عن ايه؟ حاجه اسمها جراف. ازاي بقى اخد الفكره دي كلها على بعضها وادخلها جوه الكمبيوتر كبروجرام؟ هو شغلته ان يدور على افضل مسار او شورتست باث او يعمل راوتنج تيبل ده. يبقى انا عشان كده الكورس الاساسي كان الفكره نفسه ان احنا نتعلم ازاي ايه يعني ايه الكورس نفسه واسلوب الاستورج بتاع الداتا هخزنها ازاي. اوكي دكتور احمد بدا معاكم الجرافس لسه في اللينك بلاي anyway هو دكتور احمد مش لما يجي يشرح هيشرح هدفه ايه؟ انه ينقل البراكتيكال بروبلم الاصليه ينقلها في الاريا بروبلم نفسه. ان يبقى عندنا نفترض ان يبقى عندي مثلا نفترض ان بس ايه؟ هو ده بره المفروض هيديك مثلا ولاد في شبكه مجموعه من كود عايز اوصلهم مع بعض الاريه دي مثلا عليها 2 دايمنشنال اريه. طب في ايه تاني؟
في واحد بيستعمل ستاك، في واحد بيستعمل كيو، في واحد بيستعمل لينك ليست. طب انا اختار مين فيهم؟ ها ايه الحكمه؟ انا عايز اختار مين؟ انا يهمني احنا الفتره اللي فاتت دي كلها قعدنا شغلتنا نشاغل ان احنا ندرس افكار مختلفه من الالجوريزمات، وبالذات قعدنا في السورتنج الجوريزم، جربنا الهيل سورت والكويك سورت والكاونت سيلكشن سورت، كل واحد كان ليه طريقه صح؟ طب كان ايه الحكمه من ان احنا نقعد طول الوقت عمالين ناخد افكار من الالجوريزمات مختلفه لنفس البروبلم؟ يعني كلهم الاوبجيكتيف بتاعهم كان ايه؟ كان سورتنج صح ولا؟ ايه الحكمه ان احنا كنا طول الوقت عمالين نعصر في الالجوريزم؟ يجيبوا كده عشان تقلل الكومبلكسيتي صح؟ طب اقل الكومبلكسيتي انت وصلت لها ايه؟ هذا الان بتاع الكاونت سورت، وكنت بتوصل لها بس بشرط. ايه هو الشرط؟ انتجر نمبرز وتحكي القصه يا هادي ماشي؟ طب لو انت عايز توصل لتحسين احسن من كده هتعرف؟ قال لك براكتيكالي مش هتقدر. يبقى انت تبص على ايه؟ تغير وجهك. لو انت عايز توصل لكومبلكسيتي اقل من اللي انت وصلت لها دي، دور على داتا ستراكشر مختلفه. يعني احنا كل الالجوريزمات اللي فات كنا بنتكلم فيها ايه؟ على الريز. طب احنا بندور على داتا ستراكشرز مختلفه خالص، ده اللي احنا عايزين ندور عليه المحاضره النهارده واللي جاي ان شاء الله. ندور على داتا ستراكشر مختلفه غير الريز. فهنبتدي ندرس على حاجه اسمها ايه؟ دايناميك سيتس او ديكشنري. نوع داتا ستراكشر غير اللي خدناه، غير الايه؟ غير الاري والستاك والكيوب واللينك ليست. اوكي؟ هيبقى محتاجين داتا ستراكشر خالص. هنتكلم على ايه؟ ازاي؟ يعني ايه كلمه اطبق الفكره دي؟
فقال احد الاقتراحات نستعمل حاجه اسمها باينري سيرش تري، امثل الداتا بشكل شجره زي ما خدناها في الويبسوفت. دي حاجه. الحاجه الثانيه هناخد حاجه اسمها هاش تيبل، اكيد انتوا خدتوها، ما اعرفش خدتوا سكيورتي ولا لا، استعملتوا هاش فانكشن؟ استعملتوش هاش فانكشن؟ لسه بتاخدوا فيه. ماشي، هنستعمل حاجه اسمها هاش فانكشن، طريقه برضه في ستورج مختلفه خالص، بستعمل فيها بدل ما اعمل سيرش بالطريقه العاديه بستعمل ايكويشن، اعوض في ايكويشن معين. انا كده حرقت كل الفكرتين. تعالى بقى ناخد الديتيلز بتاع الباينري سيرش تري ونشوف ايه اللي شغال ازاي، ازاي اعمل سيرش، ازاي اعمل ديليت، ازاي اعمل ابديت، وازاي اعمل برنت او ليست ايه في الداتا نفسها. خلاص الكلام ده هيتعاد تاني. احنا قلنا الدايناميك سيت يعني سيت مانج باي الجوريزم ار نوت فيكس، يعني السيتس يعني الداتا نفسها اللي هستعملها مش فيكس، يعني مش لازم تجبر عليا ان انا استعمل مين؟ الاريز. اوكي؟ والدايناميك سيت هي ممكن تتغير مع الوقت، واي داتا سيت تتعرف بيه بالكي فاليو والساتلايت داتا بتاعتك. ايه هي الساتلايت داتا؟ هي الداتا المرتبطه بالكي ده نفسه. يعني انت الاي دي بتاعك ومنوع البيانات الفيرست نيم والباست نيم والادرس والايه والراوتر. طيب ممكن الدايناميك سيت تبقى تتغير مع الوقت. ممكن تبقى محتاجه اوردر، تبقى مترتبه، تبقى محتاجه اوردر للداتا نفسها، لانها في بعض الابلكيشن محتاجه اوردر زي السورتنج. طيب بعد ما بتخزن الداتا تبقى محتاج تعمل كويري على ايه؟ كلمه كويري يعني انت لما بتيجي تخش على جوجل اللي انت بتكتب ده بنسميه كويري. كويري يعني انت بتبقى عايز تريكويست داتا، تريكويست انفورميشن من الداتا اللي انت عايزها. ايه الريكويست انفورميشن؟ انا عايز افترض في السيرش عايز اعرف الداتا اذا كانت هي موجوده ولا مش موجوده. طب الداتا موجوده، طب هي موجوده فين؟ فاهمين قصدي ازاي؟ تعمل ايه بنسميها كويري، جيب انفورميشن على الداتا سيت. ممكن تبقى محتاج موديفاي اوبريشن، يعني تغير في السيت، تعمل انسيرت او ديليت او ابديت. طب ايه الانفورميشن اللي انا محتاجها؟ ايه الاوبريشن اللي انا محتاجها من السيت نفسها؟ من الداتا ستراكشر الدايناميك سيت اللي انا محتاجها؟ انا محتاج اعمل سيرش، يعني محتاج فانكشن اقول له ادي له سيت وادي له الكي بتاعه وتقول لي ايه؟ هي الفانكشن دي شغلتها بتريترن مين؟ هتريترن اذا كانت الداتا موجوده ولا مش موجوده. ماشي؟ يعني ما بقى على سيرش على الداتا شوف كلمه سيرش اس وكي اس دي سيرت. خلي بالك بقى هنا انا مش طالب منك تعمل امبلمنتيشن، ده مجرد اسم فانكشن، مش طالب منك تمبلمنت الفانكشن نفسها، انا طالب منك بس عارف الديسكريبشن بتاعها. وهقول لك اساله فيها اسئله كده بالظبط كده، سيرش اس والكي. الفانكشن دي شغلتها بسيرش، هل الكي ده موجود في الداتا ولا لا؟ ومحتاج اعرف ايه؟ محتاج انسيرت، محتاج برضه لما اجي انسيرت داتا في الاري انسيرت الداتا في المكان المناسب في الوقت. ونفس الكلام محتاج اعمل دليت، مجرد ديسكريبشن دليت. مش هسالك والله في الحاجات دي عشان بس اللي بيكون عليا يعني. المينيموم محتاج اعرف المينيموم اللي في الست، اصغر رقم ايه؟ محتاج اعرف الماكسيمم اللي في الست، محتاج اعرف البريديسيسور والسكسيسور. يعني ايه بريديسيسور؟ الكي اللي قبله. يعني انت الاي دي بتاعك 101 اللي قبلك كام؟ ممكن يبقى اللي قبلك 99 مثلا، اللي قبلك على طول في الكشف. ماشي؟ والسكسيسور هو اللي بعده. هتيجي تقول لي طب ما هو البريديسيسور الرقم اللي قبله على طول ناقص واحد، لا ممكن يبقى الكي مش لازم يكون في الاوردر. يعني ممكن مش لازم يبقى فيه رقم 100 اللي وراه 101، ممكن يبقى 100 وفي 102. يبقى ايه اللي على حسب ايه الداتا. فده البريديسيسور اللي قبله والسكسيسور ايه اللي بعده. محتاج اعرف مين؟ محتاج اعرف الست هل هي فاضيه ولا مش فاضيه. فمحتاج اسال ايز امتي فانكشن اديها الست تقول لي اذا كانت هي فاضيه ولا مش فاضيه. ومحتاج اعمل كلير، كلير يعني ايه؟ امسح الداتا في الست. محتاج اعرف السايز بتاع الست، عايز اشوف يعني مش هي دايناميك، يعني معنى كده ان هي بتتغير مع الوقت، صح؟ طب هل السايز بتاعها فيكسد؟ انت لما بتيجي تعرف الاريه لو انت فاكر في الاريه على طول مش لازم الاول تكتب مين؟ تكتب السايز بتاع الاريه. اذروايز تستعمل مين؟ البوينترز. ده هنا في الدايناميك ست انا محتاج اسال برضه مع الوقت كل شويه السايز وصل لايه؟ ومحتاج اعمل ليست للست، يعني ليست يعني تعمل برنتنج للايه؟ ايه الاليمنت الموجوده في الست فدي بناء على الريكويرمنت هنا جم فكروا قالوا احنا محتاجين نعمل حاجه اسمها ديكشنري او دايناميك سيتس نفسها. ان انا محتاج ممكن تعمل سيرت وسيرش ودليل وممكن تبقى الست دي بقى ايه؟ طيب هعمل
سيرش يبقى في واحد. لكن المجال هو انا مثلا في الاريه، لو عايز اعمل سيرش في الاريه اسهل حاجه الراندوم سيرش سيكوينشال سيرش او لينير سيرش كان بياخد كام؟ بياخد 2. لما باجي اعمل انسيرت الداتا ممكن تقول اكس في 10 يساوي 5. الكومبليكس بتاعته واحد. لما اجي اعمل ديليت، انت عشان تعمل ديليت لاي داتا محتاج تسيرش على الداتا الاول صح ولا تشوفها مكانها فين، يبقى اكيد هتاخد الكومبليكس بتاعتها كده. فهو انا من التيبل ده من الاخر برضه مش هفز عليك عشان انت عارف، بيعمل لك مقارنه ما بين الطرق المختلفه، مين فيهم افضل لك في دول. فقال طب السؤال، هل في طرق ثانيه غير كده؟ اه، هناخد الباينري سيرش تري وهناخد حاجه اسمها ايه؟ الايه؟ الهاش تي. فدي كانت الفكره بتاعت مين الباينري سيرش تري. يبقى دي اول حاجه الباينري سيرش تري هستعملها عشان اعمل حاجه واحده بس، ايه؟ ان انا هخزن الداتا بطريقه مختلفه غير الطريقه اللي انا متعود عليها عشان اقلل الكومبلكس بتاعها. طب هي باينري سيرش تري حتى اسمها تري زي التقييم في الداتا ستراكشر نفس الفكره، بس في طريقه ستورج بتخزن الداتا بطريقه مختلفه، بتستعمل حاجه اسمها باينري تري، يعني اي نود خارج منها ماكسيمم ايه؟ تو تشايلد بس كده. وهعمل عليها بقى سيرش وانسيرت وديليت. طب لو انا عندي اي تري يبقى ليها هايت، يعني ايه هايت؟ هي كام ليفل؟ فقال الهايت هيتوقف على حسب مين؟ على حسب الارقام. فلو انا عندي سبع ارقام هيبقى الهايت بتاعها له سبعة. لو انا عندي ان رقم يبقى الهايت بتاعها له اه 3 هايت. يعني مثلا نفترض ان عندي خمس ارقام لو انا هعملها بشكل تري، بص كده الهايت اصله عنده كام ليفل هنا؟ انت عندك كام ليفل هنا؟ ثلاثه. فهنا بيقول لك لوك عدد الارقام، لو عرفت لوك عدد الارقام لو ده مثلا لو انت باينري لوك بالاساس 2 عشان بس ما تزعلش لوك بالاساس 2 ماشي؟ لان هنا يبقى بسبعه ولوك بثلاثه واربعه سبعه لوك بسبعه اساس 2 يطلع 2 وشويه يعني تقريبا قربت يطلع ايه؟ 3. ده 3 3 لما باجي اخزن الداتا بقى مش انا عايز عشان انا خلاص انا مجرد لحد دلوقتي بدي ديسكريبشن وصف ما بقولش حاجه غلط. تعالى بقى لو ناخد حاجه براكتيكال، لو انا عايز اخزن اي داتا اخزنها ازاي؟ فاكرين الهيب داتا ستراكشر كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل توزيعة معينة للداتا عشان اخزن توزيعة معينة، بوزع الداتا باسلوب معين بحيث ان انا بعمل ايه؟ شايفين اول؟ ده مش شايف. هتبقى تلاقي تسعه اكيد هتتحط على اليمين، اليمين الايه؟ من الست. طب ايه بعد كده الست؟ حط يمين ولا
الأربعة يمين ولا شمال؟ شمال. الأربعة يمين. الأربعة يمين كام؟ يمين الصفر. شمال خمسة. طب الأربعة شمال ولا يمين الصفر؟ يمين. يمين في ستة. يمين ستة. وشمال التسعة. يمين التسعة. دي بيسموها الباينري سيشن. بنسميها نختصرها بي اس تي. اختصار باينري سيرش تري. يبقى هو وزع الداتا بطريقة ما بحيث ان اللي على الشمال يبقى ايه؟ يبقى اللي على الشمال اصغر واللي على اليمين. اوكي؟ طيب لو لاحظت Thank you.
قارنها بالستة بأول حاجة الرمز. كل مرة ترجع على الرمز وتقول هي الثمانية أكبر ولا أصغر؟ أكبر. هيجي الناحية الثمانية أكبر ولا أصغر؟ أكبر. يعني هتمشي مين ولا شمال؟ ماشي؟ الثمانية أكبر يبقى تمشي مين؟ طب الثمانية أصغر ولا أكبر ولا يساوي؟ أصغر. أصغر يبقى الثمانية بتساوي حتى خلاص يبقى تلاتة في تلاتة. إيه اللي يجي كده؟ إن أنت وأنت بتعمل سيرش أنت هنا مشيت في جنب جنب الشمال ده كله إيه؟ روح منك ما بتعملش مقارنة بيه. ودي كانت عيوب مين؟ ها عيوب اللينير سيرش. اللينير سيرش هو كان بيسيرش كان بيعمل ايه؟ كان لازم يعدي الارقام كلها. هنا انت ما بتعديش على الارقام كلها، انت بتعدي على لوج جيم. ليه؟ لان انت بتمشي في الجزء من البرانش، حتى ما بتمشي في البرانش اليمين بتمشي في جزء منه. يعني تخيل ان هو ده شجره وهيتوسع هو كمان، فانت كده كده بتتفرغ. فعدد المقارنات اللي انت احتجتها دول كام رقم؟ 1 2 3 4 5 6 7 مقارنة. لو كنت استعملت اللينير سيرش كنت هتسأل 8 أسئلة على أو 7 أسئلة على الثانية. طب واحد قال لي ما هو الباينري سيرش ألجوريزم، فاكرين الباينري سيرش؟ ما هو بياخد برضه عدد الستبس أقل، بس كان عيب خطير. إيه هو؟ إنه لازم قبل ما أعمل سيرش لازم أعمل سورت للداتا. طب ما السورت أصلا لوحده مصيبة سودا، يعني بياخد كومبلكسي أعلى من السيرش نفسه. يبقى انا كنت عشان اسرع في السيرش رحت عامل مصيبه كبيره عملت له سورت. الطريقه دي بيبقى بياخد كومبلكسي اقل، فافضل من ايه؟ من الباينري سيرش العادي اللي انت بتستعمله في مين؟ يبقى السيرش في مشكله؟ انا مش عايز اكتر من كده، انا عايز السيرش يبقى اكتر. شايفين الاول؟ شايفين؟ احنا مش طالب منك تعمل كود عشان بس التسليم، مش طالب منك تعمل سهل تعرف تعمل امبلمنتيشن. انا بس انا مجرد ده ديسكريبشن بسيدو كود. عارفين بسيدو كود يعني ايه؟ بسيدو كود ده مجرد كود مكتوب مش بلغه، حاجه شبه البروجرامنج اللي انت مش هتستعملها بس ما تهتمش بيها بالديتيلز بتاعت مين؟ البروجرامنج يعني ما تهتمش بالسيمي كولون، ما بتهتمش بالانتجر والكاركتر والدبل والفلوت والكلام ده كله. عشان تبص ازاي؟ مجرد ديسكريبشن. فانت بقول لك ايه؟ انا عم بعمل سيرش على التي وكي، انا بعمل سيرش بالتري بدور على كي معين او على كي معين. فلو التري فاضيه نط يبقى الفانكشن دي هتكتب زيرو. انت لما بيجي تدور على داتا تقول ايه؟ الداتا ايه؟ اللي موجوده في هل هي الداتا اللي بدور في النص ولا اللي في اليمين ولا في الشمال او في الشمال ولا في اليمين؟ فلو كي ده بدور على ايه؟ اصغر من الكي الاساسي يبقى انا بدور في مين؟ بالليفت سب تري. هتقول لك ايه؟ سيرش بالليفت سب تري. لو الكي انا حاجه لو دور عليها سيرش بالليفت سب ليفت اوف تي يعني ليفت سب تري. لو الكي اكبر يبقى هتسيرش في الرايت سب تري. لو الداتا هي الرقم اللي في النص اللي هو الرقم اللي انت بتدور عليه يبقى انت الاثنين. مجرد بس ديسكريبشن الاول. يعني مثلا لو عايز تدور على التسعه، بص على التري دي كلها، عايز تدور على التسعه، التسعه فين؟ يمشي يمين ولا شمال؟ يمشي يمين. طب التسعه اكبر ولا اصغر ولا يساوي الثمانيه؟ اكبر ولا يمين؟ طب 12 انا مش شمال. لا خلاص عشان بس ما تتخضش. الطبيعي ان انا ببقى مديك اري كده واقول لك ايه؟ كونستراكت منها تري، باينري سيرش تري. واقول لك ازاي تعمل سيرش في التري نفسها، وازاي تعمل انسيرت في التري نفسها، وازاي تعمل ديليت منها. فاحنا جربنا السيرش. طب ما اجي اعمل ديليت بقى انسيرت، ما اجي لو انا عايز اعمل انسيرت لاي داتا مطلوب مني اعمل ايه؟ ادور على انسب بيرنت للكي اللي انا عايز اضيفه، يعني الشجره دي نفسها عايز ادور عندي، عايز رقم ادخله وليكن عايز احط رقم 13. يبقى انا مطلوب مني اعمل ايه؟ ادور على انسب بيرنت احط ليه 13. دور على انسب بيرنت اعمل بيها ازاي؟ هل اهد الاستراكشر بتاعت الدنيا نفسها؟ والله في لا دور ازاي تمشي
توصفه بالتري. فاهمين قصدي ازاي؟ توصفه بس بالتري ازاي بتعمل ايه؟ طبعا لو التري فاضيه احنا وريتك ازاي تعمل انسيرت اصلا من الاول. طب يعني انا شايفين طبعا طب لو انا عايز اعمل ديليت، عايز اعمل ديليت لاي شغل، عايز اعمل ديليت لاي نود، ديليت يعني امسحها. امسحها ازاي؟ احنا على فكره الكلام ده كله احنا بنوصفه بالرسم، لكن لو انت هتعمل له امبلمنتيشن ازاي انت بتوصف النود؟ النود بتوصف بالرقم اللي مكتوب فيها قيمتها، بوينتر يشاور على الليفت نود وبوينتر يشاور على مين؟ فانت لو انت عايز تعمل هوريك كمان شويه، لو انت عايز تعمل الكلام دي ككمبيوتر كود اسهل حاجه تعمل ستراكشر، تعمل ستراكشر تعرف فيها النود. جوه الستراكشر فيها ايه؟ في حاجتين محتاج تعرف قيمه الكي بتاعها قيمتها، ومحتاج تعرف بوينتر يشاور بوينتر يشاور على على ايه؟ على الليفت وعلى الرايت. يعني محتاج تعمل ليفت بوينتر حاجه ورايت بوينتر. ده لو انت عايز تعملها امبلمنتيشن، يعني اي نود من دول، اي نود من دول اصلا يعني ايه؟ قيمه الكي بتاعها وبوينتر يشاور على النود اللي بعديها وبوينتر يشاور على النود ايه؟ الليفت والرايت بتاعها. طب افرض ان انا عايز امسح نود اشيلها. طب انت عشان تمسح النودز عندك مش حاجه تحتين اشارتين اساسيين، او في ثلاث كيسز لازم تاخدها في حاجه. هل النود دي ليها تشايلد ولا مالهاش تشايلد؟ اسال نفسك سؤال. لو مالهاش تشايلد احسن حاجه اعمل ايه؟ روح شيلها. يعني مثلا افكارك ال 13 دي انا عايز امسح ال 13 دي، هل ليها تشايلد؟ حاجه فارقه من انا؟ ابسط حاجه تمسحها. يعني ايه تمسحها؟ هي سهله قوي ان احنا لو احنا بنرسم بالورقه كده سهل ان انا اروح ماسك ال 13. كلمه تمسحها يعني تخلي الرايت بوينتر بتاع النوت دي تخليه تكتب كام؟ صفر. نال. مش حاسس ان صفر البوينتر بيبقى ما بيتغيرش على حاجه. مش حاسس ان كل نوت ليها ايه؟ ليها قيمه وبوينتر يشاور على الليفت وبوينتر يشاور على مين؟ على الرايت. فانت ابسط حاجه تخلي البوينتر ده بنال، الرايت بوينتر بنال. اوكي؟ فهو اسهل طريقه لو قلت لك تمسح لي ال 13. ال 13 هل ليها ليفت ولا رايت؟ مالهاش ليفت ولا رايت، مالهاش تشايلد. يبقى احسن حاجه ايه؟ تروح تمسحها. يعني انت سيمبلي تروح تمسحها خلاص. بس. ماشي؟ طب افرض ان عندها 1 تشايلد. يعمل فيه ايه؟ يعني اسود تحت ال 13 دي. سواب وبعدين دليل. هشوف مكان بي وبعد كده امسح. يعمل سواب وبعدين دليل. يعمل سواب وبعدين دليل. 13 دي كان واصل بيها 12، وانا عايز امسح 13. سواب وبعدين دليل. 12 ب 12 بخليها عندي في. اخليها رايت لل 10. تمام. خليها هي الرايت لل 10 وبعد كده اشيل ال 13. هتبقى يمين بقى ولا شمال؟ هعمل مقارنه قبل ما اوصل، يعني هقارن قبل ما اوصل على حسب. عايز اعمل منك لسبب عشان كده كده يمين. لان هي اصلا على يمين. ايوه صح ولا غلط؟ صح كلام، لان اصلا ال 12 دي المفروض جايه على يمين. خلاص كده. اخر كيس بقى اللي هي هتبقى فيها مشكله اللي هي ايه؟ اللي هي عنده تشارج شيل وانا عايز اشيله. لو عندي نوت شايلد قال لك دور على السكسسور
ماشي عايز يمسح الـ 2 دي عشان يمسحها يدي ليها مين ليها تشايلد فيعمل ايه فيقول ببساطه عايز يمسح الـ 2 يقول لك ايه دور على السكسيسور بتاعك مين السكسيسور بتاعك اللي هو اول كي بعد ايه اول كي بتاعك في السيرش في التليفون اول كي هيبقى فيها مين ثلاثة. فقال لك خلاص انت عشان تشيل دي دور على السكسيسور بتاعك شيل السكسيسور دوت من مكانه وحطه مكانه طب انا لو هشيل ده من مكانه هيحصل ايه؟ هغيره التشايلد اعمل فيه ايه؟ اوديه فين ده؟ على الاربعه اوصله مع البيرنت بتاعه يبقى في الرايت عندي تو تشيلدرن بتعمل ايه؟ دور على السكسيسور بتاعك فالسكسيسور بتاع الاثنين هو ثلاثه صح خلاص كل مطلوب منك ان انت تسحب الشخصيه ده ما انت عشان تشيل الشخصيه ده لازم تمسحه تشيله من مكانه انا عايز افصله عشان افصله اعمل ايه؟ لازم ابقى في ون شارب عندي الكيس الاولاني اروح موصل فيه الشارب وافصل ده خلاص افصله بقى خلاص اروح واخده واحطه مكان مين؟ مكان الاثنين اروح واصل الاثنين مكانها واروح حاطه ثلاثه بس ويبقى ده خلاص ده ما بقاش موجود فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى دور على السكسسور اللي بعد وايه حطيت كده عرفنا ازاي نعمل انسيرشن وسيرش ماشي احنا قلنا السيرش سهل خالص والانسيرت برضه ادور على انسب بيرن والديليت اخد الثلاثه كيسز نعم هو انا مش باخد العدد طب انا عندي كام ثلاثه لا لا ما انت ما بتعملش سيرش اقرب مين اقرب واحده اللي هتقابله ده بلايند يعني مش شايف لو 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 انا ضامن اللي تحت يبقى تبقى سهله ده مش ضامن خلاص طيب ايه ايه لا السكسسور بياخد السكسسور اللي بعده اول كي بعد اللي بعد الاثنين هو الثلاثه مش هياخد السكسسور اولا ما ينفعش الخمسه تسوي ليه ما ينفعش الخمسه؟ علشان هي بيها ان لو خد الخمسه هيحط خمسه هنا يبقى الاربعه على ايه؟ مش على مين؟ هو بيختار السكسسور عشان يحافظ على الاستراكشر بتاع مين؟ عارف هو هدفه ايه؟ انه يقلل الموفمنت على قد ما يقدر او يغير التغيير في الاستراكشر لانه عايز يوصل لاقل مين؟ اقل بس مش في الجنب ده هيدور في الفوق لا لو مش موجود هنا ولا لا يعني عارفه يعني ايه؟ اللي بعده عشان اول محاضره مش شرط يعني السكسسور يبقى اللي ورا على طول افرض ان الداتا ما فيهاش ثلاثه الداتا ما فيهاش ثلاثه فيها اربعه هضطر اخد الاربعه غصب عني يعني هو اول كي بعد على طول خلاص هو بي سيرش هو بلايند نفسه قبل ما يتجرب هو اول ثلاثه قبله هي دي السكسسور بتاعه تمام انت شايفها بعينيك انت انا شايف الكلام ده بعينيك الواقع ده مش ده الكلام ده موجود أول حاجة بتقابله خلاص هو دي بقى. نعم. على مين التلاتة؟ ما هو افرضي إن ده تكررت. افرضي سؤال حلو أوي، قول لي ليه؟ هو كان في تلاتة هنا، صح؟ صح؟ طب ما إزاي التلاتة على يمينها تلاتة؟ سؤالها كده، صح؟ مش ممكن يبقى في داتا تبقى مكررة. صح طب لو هي مكرره الداتا مكرره احطها يمين ولا شمال؟ انت حر اتفق يساوي تحطه فين؟ يعني مثلا ادي الاري دي افرض ان انا عايز اضيف سته احطها فين السته دي؟ يمين يمين ولا شمال؟ هيبقى يمين انت في الجروب في البرنامج تحط اللي يساوي فين؟ على اليمين ولا على الشمال؟ ففي الاري الاستراكشر ده انا حاطه كبير على اليمين يبقى خلاص لو تساوى
ينفعش تبني على دي. على شمال الثلاثة على يمين الثلاثة المفروض يبقى رقم أكبر أو على يمين اثنين تيجي الأصلاف دي تيجي الأصلاف دي المفروض الرقم اللي بيتحط على اليمين أكبر. الرقم دي ده شمال يمين أدي شمال وده يمين صح. المفروض اللي على اليمين يبقى إيه أكبر منها وتساوي إيه صح ولا غلط؟ فاستحالة يبقى ده في صفر صح ولا غلط؟ لأن لو صفر يبقى أنا كاتب على كاتب على يمين دي بس عاملة انسيرشن أهو. أوكي بص هي طريقة التوزيع دي بس بتحاول تحافظ هو هدف تحافظ على الاستراكشر بتاع الدايجرام يمين أكبر شمال صغير بس مش أكتر. ناقص حاجة واحدة بس في الإيه؟ في الفاينل سيشن اللي هي سموها فاينل سيشن في ترافيرسال. اي واحد اكيد محتاج يطبع الري يطبع الليست طبيعي. احنا لما مثلا عندي داتا ارتبها عايز اطبع الاليمنت كلمه باينري سيرش تري ترافيرسال يعني عايز يعدي على كل نود يعملها فيزيت بس يعملها فيزيت كل وقت يعني بحيث ان انا اعمل عليها تيست مره مش عايز كل شويه دي شجره مش هقعد افضل رايح جاي على اي نود. فانا عايز اعمل لسته بالنودز اللي موجوده في التري. فعملوا طريقه الفيزيت عشان تفيزيت اي نود فيزيت ازاي؟ تفتكر تفيزيت مين؟ هل تفيزيت النود الاول وبعد كده الشرط بتاعها؟ ولا تعمل فيزيت للليفت والرايت وبعد كده النود؟ ولا تفيزيت الليفت والنود والرايت؟ يعني طريقه اسلوب الفيزيت فيزيت ازاي؟ يعني ازاي هتعمل هتعدي على كل نود في التري؟ فطلعوا ثلاث حاجات. في حاجه اسمها ان اوردر في حاجه اسمها البري اوردر في حاجه اسمها البوست اوردر. اسلوب يعمل فيزيت للنودز باقل ايه بطريقه اسلوب اوردر معين. يعني مثلا النود اللي هو هدفه الاول هنا ايه؟ يفيزيت النود الاول
تيجي
بعض هي الاول بعد كده بقى الليفت رايت بتاعها ليها مين؟ رايت صح؟ طب 12 عشان تطبع اطبع اطبعها هي الاول بعد كده الليفت رايت بتاعها اللي بعدها كام؟ 9 15 يبقى بالترتيب كده ده اللي هيطلع يبقى ايه البريور ده يطلع كام؟ 6 2 1 4 3 8 12 9 15 بس. طب مين فيكم يعمل الكونترول ده؟ قول لي هيدفع كام؟ مين يعرف ايه؟ على فكره مع الوقت ممكن تجيبها بعدين. يعني تشوف مين هيدفع مين هيدفع مين هيدفع مين هتبدا بالاثنين هتبدا بالاثنين هتبدا بمين؟ واحد بعد كده 3 وبعد كده 4 3 وبعد كده 2 وبعد كده 9 15 اللفت الاول هيبقى 9 12 وبعد كده 8 6 فاهمين ولا مش فاهمين؟ يعني لو فرض ان انت الريت
حد يجرب يعمل كده. انا مين السبعة؟ العشرة طيب ولا شمال؟ مين الثمانية؟ 13 15 إيه اللي حصل؟ كنت لو بدور فرقت يعني لن يخسرش، فرقت يعني لن يخسرش صح على غلط. فبيعملوا إيه؟ ده عيب ده الورس كيس يعني ده كده الورس كيس. أسوأ حاجة فينا إن ساعتها الكومبليكس هتبقى كام؟ الكومبليكس هنا عندك غصب عنك كان إيه؟ طب الحل إيه؟ إن أنت لازم تخلي التريك إيه؟ فيها يمين فيها شمال يعني تلخبط الداتا. ففي تكنيك بقى اللي أنت بتعمله وأنت بس في حاجة اسمها ليد لاج. طب لو لا كده يعني